يعني هو شو اللقب اللي أكثر شي بتفضله؟ اسمي طيب بس قصدي مايسترو أندريا معلولي، ولا شو يعني أكثر لقب أنت عشان هيك بقول انه اسمي ما حدا بيقلده، اما مايسترو ودكتور واستاذ، ناس تقول دكتور ناس اللي مايسترو، كلياتها بالاخير بس ان شاء الله بصير اسمي اندري معلول. هذا الشيء اللي بيروح معي ما المبروك. عاد بتشوف هذا اللقب مايسترو اذا كان بيحمل القيمة نفسها مثل زمان؟ ما بيحمل قيمة ابدا، ما عاد يحمل قيمة، خاصة عنا بسوريا، لأنه اليوم بتفتحي على الفيسبوك كله مايسترو، كله مايسترو. كلمة مايسترو شو نحن بنعرف شو يعني كلمة مايسترو؟ بنعرف شو تعني كلمة مايسترو؟ شو هي؟ ما بنعرف، شو هي؟ ما بعرف يعني. إنه اليوم أنا ما بدي أعرف حتى أقعد إذا أتلقب ولا ما أتلقب مايسترو. يعني المايسترو هي مو بس كلمة تعني الموسيقى، يعني العالم اسمه مايسترو. المايسترو مايسترو عم هو يدير كل شيء، اللي عم يعني يتحكم هذا بي... الشيء. اليوم في مقومات لحتى أطلق هذا الكلمة. مو واحد امبارح تخرج عمل له شغلة صغيرة من أول مرة، لازم أنا خلاص أنا لازم ينكتب لي مايسترو، إذا ما كتب بزعل وكذا. مو شخص ما عندي شهادات بدي أعمل، مو شخص اليوم ما بعرف أسس القيادة إنه أنا بروح بسمي حالي مايسترو. المايسترو هي مقومات يجب أن تتوفر بالشخص حتى يطلق عليه كلمة مايسترو. كلمة موسيقار هي مقومات لازم تصاد. هلا اليوم بيجي بيقول عني انا ماني موسيقار، وين لوين لحتى يصير اسمي موسيقار؟ فهذا الكلام كثير كبير. بعدين اليوم بدنا نصدق حالنا من هلا، اذا قلنا موسيقار صدق حالي انا انه انا موسيقار. ف يعني بكير كثير على هذا اللي الكلمات. بينحب ينقل لك أندري معلولي، ايه خلاص أستاذ هذا أندري اسمي، معلولي، ايه هذا اسمي، ويعني ولكن هذا أنت مايسترو أندري معلولي. اكيد. ايه لا شك انه انا عم بشتغل بهذا المضمار يعني، فانا القب بلقب شغلي يعني. بس اما اليوم هذا اللقب تشرشح تشرشح اكيد يعني. بسبب مين برأيك تشرشح؟ بسبب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ايه شايفة هي اكيد السبب. هي السبب، لانه اليوم عدم معرفة السوشيال ميديا والوسط الاعلامي بمهام ومقومات المايسترو صار يطلق مايسترو على كل العالم. فاليوم صار في عنا مايستروات او اكثر من العازفين. انا كنت اعمل لهم لاصدقائي هذيك المره انه مستقبلا راح نفوت على قهوه ونقول مرحبا مايسترو، مرحبا مايسترو، مرحبا مايسترو. ليش وين الشغل؟ ما في شغل، لانه ما عاد في عازفين، صار كله مايسترو. فالمشكله اليوم اللي الاعلام والسوشيال ميديا بيطلق كلمه مايسترو أعطى لناس بس حجم أكبر لمجرد مما انه والله هن انا بدي عليه. اعمل لقاء مع الشخص فصار اسمه مايسترو. انه صار اليوم واحد بيروح بيعمل حفلة، يعني هلا ما بدنا نستصغر من اي عمل، بس انه اليوم في مثلا نشاط مدرسي صار اسمه مايسترو، وصار نشاط، فصارت مشكلة هيدي القصة. فلها السبب انا اليوم الالقاب لا تعنيني وما بتمسك فيها. لها السبب انا شخص متوازن مع اي حالة بعيشها، وهي اهم شيء. أكيد. تخيل الواحد اليوم يعيش بهيدي الحالة اللي هو فيها، بعد فترة كله 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 زائل.